دكتور احمد، يعني نروح على طول لماتش بكره. شايف مارسيل كولر هيلعب ازاي؟ هل هيكون بنفس تشكيل مباراه الذهاب؟ وعلى الجانب الاخر فاندن بروك هيلعب بنفس تشكيل مباراه الذهاب ولا ممكن يحدث تغيرات؟ خاصه وان في بعض الكلام لو عايز تقوم توضحنا ده يعني على الشاشه، لكن ركز في ظهور المترجم معانا ولا مش معانا، لان هو في كلام ان هو مصاب. تمام. احنا هنبدا الاول بتشكيل الوداد المتوقع بكره ان شاء الله. تمام. الوداد طبعا هو فاجئنا في الذهاب ان هو لعب بال 4 2 3 1، يعني هو فاجئنا ان هو لعب بال 4 2 3 1 من خلال استخدام جلال الداودي اللي هو اللعيب الارتكاز، لما حطه وينج يمين عشان بالزبط. يضغط على علي معلول طول المباراه، ونجم كان بره. نجيب التشكيل على طول. التشكيل الاقرب بكره ان هو ممكن بكره يرجع لمحمد اوناج اللي هو بال 4 1 4 1، في حراسه المرمى يوسف المطيع، الاثنين المساكين امين فرحان وارسن زولا. يمكن الاربعه او اللي قدامهم يحيى جبران ده لا خلاف عليهم، يعني امين فرحان ارسن زولا اثنين مساكين، ايوب العملود ناحيه اليمين، يحيى عطيه الله ناحيه الشمال، ويحيى جبران قدامهم، والاثنين اللي بيكملوا رضا الجعدي. رضا الجعدي ده اللي هو وظفه في مباراه الذهاب ناحيه اليمين عشان يقفل على معلول، لكن احنا متوقعين بكره ان هو يخش كارتكاز لان هو لعيب بيكمل عنده حته الزياده لقدام، وايمن الحسوني جنبه، ومحمد اوناج من ناحيه اليمين، وسيف الدين بهره برضو نسبته اقرب من ايمن الحسوني علشان ايمن الحسوني عنده اصابه في الكاحل، ممكن يكون هو ظهير المترجي. ظهير المترجي ظهير المترجي نسبه سيف الدين بهره اكتر من ايمن من ظهير المترجي. ظهير المترجي مصاب اصابه في الكاحل، وبالتالي ممكن يكون يدخله الشوط الثاني. بس دايما احنا في شمال افريقيا دكتور احمد ما بنعتمدش قوي على الاخبار الاصابات دي، شفنا حاجات كتيره قوي في المباريات النهائيه. شفناها كتير القصه عادي، هو بالنسبه لنا مش فارقه. لكن لو الاثنين جاهزين، انت من وجهه نظرك لو الاثنين جاهزين، لو الاثنين جاهزين اكيد هيبدا بظهير المترجي لان هو الاكثر خبره، عنده حته التسديد من بره منطقه الجزاء بشكل كويس. وبرده سيف بهره بديل كويس زي ما شفناه في مباراه الذهاب، هو اللي سجل الهدف لما نزل قدام. طبعا سامبو ده لا خلاف عليه، ومهاجم هم بيعتمدوا عليه، حتى طريقه بناء الهجمه كلها معتمده على سامبو. في نقطتين بس مهمين جدا بكره لازم نخلي بالنا منهم، اهم حاجتين نخلي بالنا منهم. اول حاجه ايوب العملود. ايوب العملود الظهير الايمن عامل بطوله ممتازه مع فريق الوداد المغربي، ده حقيقي. نجيب الصوره اللي بعدها، بص تلاقي ايوب العملود في مباراه سان داونز ومباراه الاهلي مع المدرب فاندن بروك، بص الهدف بتاع الوداد المغربي في النادي الاهلي كان في الدقيقه 85، ايوب العملود جاي من ورا بيعمل زياده، هو كده عامل اوفر لودنج، عامل جايب اربعه، يعني لعيب من الارتكاز ومحمد اوناجم ويحيى جبران واوناجم وايوب العملود كمان بيكمل معاهم، فعملوا زياده. انت دلوقتي اربعه على تقريبا ثلاثه من النادي الاهلي في الجنب الشمال، ورايح معاهم لسه ديانج بيحاول يغطي منطقه العمق. هات الصوره اللي بعدها، بص ايوب العملود جاي منين، بيقطع دايما، هو عنده حته التكمله جوه منطقه الجزاء دي، بنسميها ظهير ايمن بيقطع كتري جوه منطقه الجزاء دي، حل من الظهير الايمن يبقى عنده الحل ده، فايوب العملود ممتاز في الحته دي. يعني لازم نخلي بالنا بكره من خطوره ايوب العملود. كمل، هات الصوره اللي بعدها، بص ايوب العملود وصل لفين وعمل الاسيست ليه سيف الدين بهره اللي هو نزل الشوط الثاني وتحرك في المساحه الفاضيه. تمركز صح للامانه يعني. تمركز صح. دكتور احمد ممكن ترجع للصوره اللي قبل دي، لان انا يعني كنت بتكلم مع كابتن شريف عبد الفضيل في نقطه المدافع. كلمني هنا ان المفترض وايوب العمود داخل بوشه كده ان المدافع ما يكونش واقف مثبت رجله على الارض عشان يقدر يعمل سبرنت معاه. المدافع اللي في داخل ال 18 ده بمجرد ما ايوب العمود دخل كان بره الجيم، خلى ياسر ابراهيم يسيب تمركزه ويروح يحاول يعمل التاكلينج. ايوه ده محمد عبد المنعم. كان المفترض عبد المنعم ان هو يعني يكون واقف هو على خاف من ضربه الجزاء. ايه؟ خاف من ضربه الجزاء، صح؟ كان المفترض يقرا اللعب. عشان بس نحط برضو نحطها في الاعتبارات لان دور مهم جدا لمنعم وياسر ابراهيم او اللي هيلعب. انا لما شفتها من الملعب حسيت ان هو خاف يحط رجله عشان ما يعملش ركله جزاء، يعني رفع رجله حتى. طبعا ايوب التحامل اللاعب داخل مندفع ويحصل فيحصل ركله جزاء. نكمل برضو، كمل هات الصوره اللي بعدها على طول. ده طبعا الاسيست. بص بقى في مباراه سان داونز نفس الحركه اللي عملها ايوب العملود عملها في مباراه سان داونز عملها في مباراه النادي الاهلي. هات الصوره اللي بعدها، تبص تلاقي ايوب العملود فين، ده الهدف اللي جابوه في الدقيقه كام؟ 71. لو نلاحظ ان الوداد في اخر الماتش بيبقى بيزيد اخر الاشواط سواء الشوط الاول وده بيديك مؤشر على اللياقه البدنيه للفرقه. طبعا بص ايوب العملود جاي منين، يحيى جبران هنا ممتاز في عمليه السكاننج ان هو بيبص على الحركه الاول، بيشوف تحرك اللعيبه فين قبل ما يعمل التمريره، وهيعملها له تمريره طوليه. ايوب العملود قاطع ما بين المساك والباك جوه المنطقه، فواضح ان ايوب العملود خلاص حفظناه ان هو دايما بيتحرك كتري للداخل عشان اوناجم بيبقى فاتح لبره، فبيضطر الظهير يخش لجوه. فلازم نخلي بالنا لو اوناجم تحديدا هو مع اوناجم
لما اونجم بيفتح لبره العملود بيقطع. كمل شوفوا هتلاقي فين، ادي ايوب العملود قدر ان هو يحطها ضربه راس وقدر ان هو يسجل. اذا ايوب العملود مساهم في هدف قدام النادي الاهلي وسجل هدف في مباراه صن داونز مع فريق طبعا يعني مقدم اداء لازم نخلي بالنا منه، خاصه ان هو بيلعب في المساحه اللي في ظهر علي معلول. تمام. اللاعب الثاني بقى، اللاعب الثاني كمل هات الصوره اللي بعدها برده، انا معايا الخريطه الحراريه دي ارقامه لو استعرضناها برده، هو جايب عامل 7 عرضيات صحيحه ومسجل هدف وصانع 3 فرص، المحاولات على المرمى 13، التمريرات الصحيحه 234، الالتحامات الثنائيه 28. فايوب العملود هات صوره الخريطه الحراريه وريك تحركاته مهمه. بص الخريطه الحراريه في دوري ابطال افريقيا لايوب العملود وبيكمل دفاعا وهجوما. دفاعا وهجوما طبعا، فواحد من الاسلحه بصراحه اللي فاجئتني السنه دي في البطوله، وبدنيا قوي جدا على فكره. بدنيا قوي حتى يعني. بدنيا ان يعني الورك ريت بتاعه خلال المباراه ملفت، يعني انت بتلاقي العملود خلال ال 90 دقيقه ما بيفقدش الايقاع بتاعه، وده صعب. صح. كمل هات الثاني بقى، هو القاطره البشريه اللي قدام سامبو. سامبو مصاب. سامبو ده الارتجاج ده صح؟ ايه لو الارتجاج ده طبعا احنا بناكد ان سامبو موجود بكره في التشكيل الاساسي، ان هو مش مصاب خالص وان هو موجود في التشكيل الاساسي للوداد. لمس الكره 27 مره قدام النادي الاهلي، طبعا صنع هدف صنع فرصتين. اهم رقم عندي الالتحامات، بص دخل في كام التحام هوائي 8 كسب 5، وكام التحام ارضي 4 كسب 3. فانت بتتكلم في لعيب كسب حوالي 12 التحام في ماتش قدام النادي الاهلي. كنت انت اتكلمت في الارقام دي قبل المباراه، قلت ان سامبو هيفوز بالتحامات كتير، وهو كان قدر فعلا يعمل ده. تعتقد في مباراه الوداد احنا محتاجين ما توصلوش كور كتير اكتر من فكره ان احنا نتعامل ازاي بعد ما يستلم الكوره. صح فارس، هات الصوره اللي بعدها اكد كلامك. بص الصوره، بص هنا، بص التحضير للهجمه، ده اسلوب بناء الهجمه بتاع الوداد كله معتمد على مين؟ على سامبو. سامبو عمل ازعاج بصراحه لياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم في المباراه دي، خاصه في الكرات العاليه. بص كمل، شوف طالع من الكره قدر ان هو يكسب الالتحام الهوائي مع منعم وياسر الاثنين طالعين معاه. ده الانفراد اللي شاله مصطفى شوبير. الانفراد كان بدايته فين؟ كان بدايته سامبو. تحضير هجمه، اسلوب لعب مباشر، انت بتحضر تمرير طولي من ورا على سامبو بالراس، بيحضر لمين؟ لرضا الجعدي تقريبا، هو اللي ضيعها، اللاعب برده في المساحه اللي ورا معلول.